طالب أهالي منطقة السادة السمادع في جبالي حمرين الجهات المختصة بإنقاذهم من خطر السيولي، لا سيما بعد انهيار جزء كبير من حافتي نهر ديالى قرب سد حمريني بسبب الأمطار والسيول، مما سيضطرهم للرحيل بعد مخاوفهم على دورهم وعوائلهم وأراضيهم الزراعية. لا نريد حل لهذا الشارع، لأن هذا الشارع ده ينجرف، ولازم نريد وسيلة، لأن هذا السلبستان يعني بعشرين دونم 15 دونم هذا راح ينجرف. يعني إذا ما لقونا حل وسيلة لهذا الشارع احنا راح نطلع. هذا به تاثير على البيوت بتقريبا 200 بيت، يعني يعني شلون مثلا، وتاثير على السد مو غريب على السد هو زين، وبعدين ومو يشمل المصلحه نفسها، تعال على الحكومه هي نفسها تبي تاثير. نهر ديالى المفروض يعني الدوله تنظر بحاله وشوف وضع شلون تغيير المجرى مالته، شلون تبطين تسوينه. من جانبها أكدت مديرية الموارد المائية بأنه تمت المباشرة من إحدى شركات الوزارة بالعمل على تقوية الجانب الجنوبي من حافتي نهر ديالى قرب منطقة السميدعي، وستؤي الشركة عملها عن قريب وتزيل المخاطر عن هذه المنطقة. تآكل الجانب الأيسر لنهر ديالى، وهناك أيضا جزرة وسطية بإضافة للطريق الشارع الموجود المحاذي للنهر، وتم إحالة الموضوع إلى شركة العراق اللي تابعة إلى إحدى تشكيلات وزارة الموارد المائية لمعالجة الحالة بالتكسية الحجرية وأيضا رفع الجزرة الوسطية، وأكو إجراءات موجودة إن شاء الله، وشركة العراق اللي حقيقة اللي راح تتبنى هذا الموضوع حسب توجيهات الوزارة. كثيرة هي معاناة هذه المنطقة، لكنهم لا يأملون إلا بأبسط الحلول لإنقاذهم من الرحيل الذي بدأ يدق ناقوس الخطر بانهيار جزء كبير من جرفي نهر ديالى. من محافظة ديالى حسن الشمري، التغيير الفضائي.